بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اهدنا وراجع بنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور ذواتنا بنورك وطهرنا برضاك وارزقنا من محبتك ما يسعدنا أبدا آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورحمة. الآن إن شاء الله تعالى نتنعم ببعض ما تحيه إلينا ثلاث آيات من سورة طه عليه السلام، هي 73 إلى 75 أو 74 إلى 76 انتهوا المصحف. المفيد بعد ما ذكر ربي بطولة السحرة اللي استعان بهم فرعون ليقرأ سيدنا موسى عليه السلام وأخاه هارون عليه السلام عليهما السلام، حين وضحت لهم الرؤية الصحيحة جهروا بإيمانهم وكلفهم ذلك غضب وعدوان فرعون. وقد من تعرضنا إلى هذه المواقف البطولية في السابق من استهزأوا به وسخروا من اعتداءاته وعرفوا اللي لحظة من اللحظات لابد تنقلب عليه الظروف، وهذا ما وقع بغرقي ومن وله. هذا شيء الحمد لله حتى التاريخ ما يجمش ينكر اللي هناك عملية إغراق في البحر الأحمر لمن دأب على الكفر وادعاء الربوبية أنا ربكم، معنى كما السيس اليوم قول ما تصدقوا لا أنا، يعني هو اعتبره أو هو لا يوزع في العبارات المنمقة الشيطانية ولا يجرم من يشاء وصعيدك عسل مع من مع أعداء الأمة وهاتك عرض مصر بكل وقار البطلات والأبطال، وهو دائما يظن أنه يحسن صنعا. أنا الفريع يكفيكم أن تدرسوا بعض خصائصه المرضية حتى تصلوا إلى التصور الشخصية الفرعونية لرمسيس الثالثة، والله أعلم رمسيس الثالثة الغل أغرق أم لا. المبيد اللي احنا اليوم حبوا استادوا منه هو ما أتت به ثلاث آيات في قول ربي إنه من يأتي ربه، إن ما ضمنش شك اللي هناك الخالق اللي هو رب يربي، إن قبلت فأنت ممن أحسن التربية، وإن رفضت فأنت فاقد التربية وسيئها. إنه من يأتي، يعني يأتي ماله عبر حياته وبعد مماته وبعد بعثه إلى الحساب. إنه من يأتي ربه، أي أنت ماضي نحو ربه في الدنيا والآخرة وفيما بينهما، أي مع الحياة البرزخية أنت دائما تسلك بك خطاك والمسار اخترته من نحو اللقاء الحاسم مع الله. الله دائما موجود، لكن وجوده يزيد بيانا ويزيد وزنا يوم القيامة. تعرف اللي يستعد الآن يذل في الدنيا والآخرة، يرى المسكنة ويرى لافيليسمو، يعني في الدنيا بل الآخرة، كما رأينا من عزق غمران، كما رأينا مع بوحيدة، كما رأينا مع شاهن شاوة. إنه من يأتي ربه مجرما، ولو قلنا عبر التاريخ أغلب من تولى أمور الشعوب هم مجرمون،
يحبوا ياكلوا ناس كذب قرقين، ناس الغرور ما لا يعبث من شيطان كما اشتهى واراد وصدق ظنوا بهم انه من ياتي ربه مجرما. هذا سجن البشريه تعرف الاجرام هو الطنجوره، الربوه هو في القمه اللي قاعدين نايمين في ذروه الحكم شأن أهرام شكل هرم الحكم هم مجرمون بالتفصيل. تحبوا لتقروا شرق وغرب وتقابوا جميعا ما في ذلك الشرق إلا ما رحم الله. ربما أوباما يحب يصلح نوعا ما ما فات من إجرام من سبقوه، خاصة دبليو جورج بوش إجرام غرق، وربما سيأتي في الدنيا يوم يجر إلى الحساب على يد الأبطال في كل مكان، ربما يجره إلى التحقيق معه والحكم عليه على ضوء ما أجرم في حق إخواننا في العراق وفي أمة الإسلام. إنه لم يقهر بطلنا صدام عليه رضوان الله رضوان السلام سبحانه وتعالى لم يقهر، بل هو كان بطل هذا العصر واللي جاء بعد غيابه عن الواقع السياسي يبين لنا ان الراجل كان يفكر بعيد لكلير فويل، يعني يرى من بعد عنده نظره سياسيه فيها عمق، ولما كانش يعمل يعمل خاطر اغلب اللي على رؤوس الدول الاسلاميه بين مصري والعربيه هم اشقى من الناس عبر التاريخ يحبوا ليقروا الا من رحم ربنا اشقى من الناس. وبرا حدث بطريقة علمية عن خصائصهم قام إلا أجبل الناس وأخوان الناس ومغرورين بصفة مهولة، يعني يعانوا من شيء من الميغانومانيا المفرقة في القبح في تضخيم الذات وليغوسونتريس، يعني ما فما كان أمور يعني ما يحسبش حساب حل العظام السياسي عادة إلا ما رحم ربنا. وقت الانتخابات حملة انتخابية راتب واحد يملك الجنة أذرع، لكن حين يأخذ السلطة يقول لك يغيب على الأعلن بما أن يوصلوني للقمة في الذروة أي نعم منها مش عامل هو إبليس مش يحركه نحو شهوات البغيضة النسائية والسلطوية والمالية والسرعة والمتعلمة أنت تورط في نفسك إلا أن تتوب، أما أنت تورط في نفسك ولا ما استغرب كيف الشعوب عبر التاريخ لم تتفضل إلى هؤلاء الذين يلعبون بالعهود. إن تعطي يدك على المصحف وتقول أنا أقوم بدوري كرئيس ولا كوزير ولا كنائب ولا على أحسن وجه، فإذا بيك تعمل عكس تكون أكبر الصغار وأكبر كذابي. لا شطارة ولا ذكاء في هذا، بل أعتبره حمقا بالغ القبح والعياذ بالله. إنه من يأتي ربه مجرما، نركز يأتي ربه مجرما، لأن باش تعرف الشعوب أن القرآن لم يترك شيئا إلا ذكره وعالجه. إنه من يأتي هذا ربي سبحانه وتعالى حتى الواقع ونتائج هذا الواقع نتائج أخروية. إنه من يأتي ربه مجرما إن له جهنم. ربي يقسم ما كنت استعسد تنمر بحسبت الأحساب قالوا لك يا شيطان نسيت رب العلا ونسيت الرب الخالق ونسيت الرب اللي بالمصار ونسيت الرب اللي هو بصير والرب الرقيب والرب الحسيب نسيته. هاو يشكون من المصير إلا متكلم إنها من يأتي يا رفاه مجرمة
فإن له جهنم. أي صارت فيزيون دي نيجاتيف، ونتائجها سيئة، يعني نيجاتيف سلبي، فإن له جهنم فات، لكن فترة متعبة، تلذذ انتهت، وروقك الدنيا ضعفين، البشر ثم فوق البشر ضعفين، ثم يروقك الموت ضعفين. خذ الحالة التي لا تموت فيها ولا تحيا، غادك غادي برا اقرا القران، ورب يقول وياتيه الموت من كل مكان، ما هو بميت ومن وراء عذاب الغليظ. دائما صعود، دائما العذاب ازدياد، مش تلزق جلدك اللي هي موضع تعذيب، كل ما تنبض ربي بدلها ترجع من جديد بالعذاب، خذ العذاب من طراح يحاول كثير، وشنقة مع جماعة خلاع توترع خلاع ولا بشع توترع، لا عليك لما ستجي يا رب، كل ما هو آت قريب، يقول النبي عليه السلام، فأنا لو جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، بلا يقضي علينا ربك، لا ما فماش، يا أخي أنت تقول أمرت الدنيا وزيد مستقبل وأنت في جهنم، مين ليك؟ الغرور متبع فيك، وربي يدل فيك، والغرور باقي ساكن فيك، مصيبة أنت مصيبة، إنه من يأتي مصيبة على نفسك بل على غيرك، ومسكين هي صدق، مسكين اللي قال لك يا سيدي، منين السيد أنت؟ سيد الله، أنت أذل الخلق عند الله، لأنه يعني نقول إنه من يأتي ربه مجبا، أنا له سامح، الأذل الله هم في جهنم. العزاء هم عند الله مرحومين مكرمين، وهذا المجرم النعيم الممكن، انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. برح تحدث عن الموت، وزور ما قيل في الموت شعرا نفرا او بلا مسرح عن اي تحب انت او افلام هي الموت، والطب الشرعي زي كذلك شوفوا كيف يتطور، تعرف مثلا الموت ما اقرعها وما اعدلها، ان فقهت ما معنى الموت، لا يموت فيها ولا يحيا، لا حياة فيها بل حياة، تجي بالدنيا مع تسقيم الحياة، هذا اللي عبدت في حياة الناس، وسخرت كل ما اعطاهولك من صدر ومن سلطان لإذلالهم، هو باش يولي ويقهر الحياة من جراء ظلمك له، وكيفاش انقلبت عليه وعدت وخلفت، وزيادة جرم فيك كون قسمت على كلام الله عليك فيتيح فيك، وهذا قاعد يقع، وكلب السيسي وكلب كذلك ليبيا وكلب الشام كلكم، وكلاب اليمن كلكم تتبعوا الثمن هدايا بعد الممات. ومن يأتيه من أبرهام على الوجه الآخر، ومن يأتي مؤمن أن يأتي ربه مؤمنا قد عمل الصالحات، مو تلك الصالحات لا يعني شيء، أرى القرآن كيف تاخذ تدرسه تلقى قران بين الإيمان والعمل الصالح، ومن يأتي مؤمنا قد عمل قد توحي بل يذكر حصل قد عمل الصالحات، فأولئك في الأولى قال إن له جنة، هنا أخذها في الجمع، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك، شوف ما يوحي بل العذاب هو ما يؤذي أكثر الأمن، يلح بالفرح والتنعم يزيد قوة ويزيد كما تقول إسعادا حين يكون في جماعة مثلنا كده، والدرجات الأولى في الدرجة الأعلى. ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى، شوف مؤمن وعمل صالحات وأولئك لهم، أي
ماذا ماذا ستكون عقلته لو نطلع زيتي هنا في قمة العقل وفي قمة التلاعب؟ يا الله فعل يسمع بصراحته لكلام العزيز، يرى الأنبياء الكرام ويزورهم عليهم السلام، ويرى الصحابة رضي الله عنهم لكل نبي كريم عليهم صلوات الله ورضوانه، الرياض العلا جنات، هنا تفصيل جنات وعدن تجري من تحت الأنهار، نشوف مظهر ما نجموش الأفلام ما تطور الخيال، ما نجموش يجيبوا لك مشهد له هذه الصفة، جنات وعدن تجري من تحت الأنهار، يعني كأنها أنهار الجنة اللي انت فيها كأنها تعوم تسبح، الفبان اللي قادها تسبح، شوف منظر كبير، التصوير من القرآن شيء عظيم، جنات عدن تجري من تحت الأنهار، ما في الدنيا مش باهي، فنعم انتم فيه لابد من الحصان، لابد من المخاوف، لابد من الكلابات، لأن وقت يدخل ناس على أبواب يجعلوا أعزة الأكرم أذن، هذا يقع اليوم يتنقل من قصر إلى قصر، إنسان يجي أيام حزن إذا كان تابش تجي من تحت نار خالي ما فيها، وذلك جزاء من تزكى. ربناك نكرم نكرم ربنا صح التعبير، يعني نوصل الذين أكرموا أنفسهم بإيمان بربي وعمل الصالح لوجهه تعالى، النجوم تكاد تختفي لعمل وجه الله تعالى، كل واحد ما الحال ولو بحسب الدنيا ثباته دنيوية، أغلبكم تلوجوا السمعة، تلوجوا الدربيك والتصفيق، وتلوجوا الذكر اللي تتمناه حسن، ونسيتوا ربما يوم القيامة مش تكون عقلتكم سوداء، علاش؟ على خاطر اللي قال منكم القرآن ربي مش حاسبه، قل له قيل القرآن لكي يقول قرأ، فقط قيل، فما كنت طلبت، وحصل لي طلبت، الآن ما قال جامع، اقلبوه في النار، واللي كان من العلماء كذلك، قلت بل، لا غرور، العلم هو قليل، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وقل ربي زدني علما، وإذا كان تكتب مر، وإذا كان كذلك ما تقصد به أن تشهد أنك عالم، كذلك أنت موافق، لأن يوم القيامة خذوا إلى النار القرآن سبحانه وتعالى، وليتكرم قال ما لعب عند ربي كثير وافق، قالوا ماذا صنعت به؟ قالوا تصدقت بوجه الله، قالوا لا، لكن قال كريم فقد قيل ذروا إلى جهنم، إذا خذوا بالكم لو حتى واحد منا ما هو مضمون إلا إن صدق حقا بكل ما قال وتقيله وعمل إياكم والنفاق، لأنه شرك خفي ومضيع للأجور، وتجيب لك الكسوف الدنيا والآخرة، تكسر نفسك لأنك لم تصدق مع الله ولم ترحم عباد الله، فاحذروا أكد آية هذوما، إنه من يأتي رباه مجرما فأنا له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، وشدوا زوج التمييز، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الجزاء الجزاء، وربما جنات عدن يعني توحي التمتع بكل الموت المتعة، وربما كذلك عد أي كل جمال بعض الخفيف الدنيا ربما خلاها ربي خفيف جمال بعض لا يسوي شيء قبل الخفيف، لكن هناك كل شيء أمامك إذا تتمت حواسك بأي طريق كانت حواسك تعمل جنات واحد من سيسوس معناها ربك كيفاش يزينك للآخرة إن كنت من أهل سبحانه وتعالى
نسأل الله السلامة والتوفيق في محبته وإرضائه وتجنب سخطه، والسلام على من اتبع الهدى.